سهلا أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين أسعدتم مساء، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الغاز وأمثال من التراث. في هذا اليوم الخير الماطر نحن معكم في بلدية سحاب وأبو علندا لنطرح اللغز والمثل. إذا لنبدأ المشوار. كل عام وانت بخير. يا هلا بيك. أعطيك هالمثل يا حاج، أنت من سكان سحاب؟ نعم. أعطيك هالمثل تكمله، المثل بيحكي طولة البال كمل طولة الروح. شكرا. تعرف؟ طولة البال بيجيب الفرج. طولة البال كمل المثل بتريح البال. شكرا. تعرف؟ لا والله. ها؟ لا لا. أيوة. تريحة البال. طولة البال. تريحة البال. أيوة. يس. بتجيب الفرج. تد الأمل. والله ما بعرف. تعرفوا شباب؟ عوني. وهداث البال. أيوة. هداث البال. نعم. هداث البال. تبلغ المراد. والله ما بعرف. ما بتعرف. بلغ الأمل. شكرا. أيوة. طولة البال الصبر. لا كمل المثل، مش لغز هذا المثل، كمل المثل، المثل بيحكي طولة البال. طولة البال، والله أنا بعرف الصبر. والله ما بعرف. ما بتعرف. أيوة. المثل الشعبي بيحكي طولة البال، كمل المثل أنت. طولة البال؟ والله ما بعرف. والله ما بعرف. ها؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ طولة البال؟ والله ما بعرف. طولة البال. والله ما بتعرف؟ طولة البال فيها الخير. فيها الخير أكيد. والله ما بعرف أمثال شعبية. ما بعرف. مش عارف؟ لا والله أنا ماني عارف. تعرف؟ والله ما بعرف. طولة البال بتقوي العزايم. طول النفس. بتبلغ المراد. بتبلغ الأمل. والله ما بعرف. طولة البال بتهد الحال. بتهد الحيل. ما بعرف. مش عارف؟ لا. طولة البال أريح. طولة البال؟ آه. طول بالك. طول بالك، أنت بطول بالك؟ آه. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. المثل الشعبي بيحكي طولة البال كم بتهد جبال. نعم بتهد جبال. طولة البال صحيح بتهد الجبال. نعم. خلينا نتعرف على اسمك. عطية عبد العال موسى. عطية عبد العال موسى من سكان سحاب. من سكان سحاب. شو بتشتغل؟ صاحب محلات. صاحب محلات. نعم. طيب هذا المثل احنا ايمتى بنستخدمه؟ معلش يا اخوان شوي، لما يكون في شغله صعبه اه بدنا نطور روحنا عليها لما ناخذ شغله. يعني الواحد في التأني بيحصل على اللي بده اياه، حتى انه بهد الجبال. نعم. حلو هالمثل. نعم. طيب احنا طبعا بنقدم لك جائزه البرنامج اللي كم ولد عندك قلت لي؟ عندي بيجي 10. عشرة. الله يخلي لك ياهم. احكي للأخ عطية ألف مبروك. الله يبارك فيك. فاز ب ها ليرة ذهب. فاز بليرة ذهب. تعرف من وين مقدمين؟ من التلفزيون الأردني. نعم. شركة الأفغان للتحف الشرقي. نقدم لك جائزة البرنامج اللي هي عبارة عن ليرة ذهب مقدمة. شكرا. من التلفزيون الأردني. شكرا. تعاون مع شركة الأفغان للتحف الشرقية. شكرا. ومنقدم لك كمان سيف. شكرا. مبروك. الله يبارك. وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا. عم انت بخير. انت بخير. بعطيك هاللغز تحلي. اللغز بحكي بيته من نار ومعذبينه ثوار. شو هو بيته من نار ومعذبينه ثوار؟ ما بعرف. هاي كان أبو علندا. أه. طيب اللغز بحكي بيته من نار ومعذبينه ثوار، شو هو؟ والله ما بعرف. مش عارف؟ مش عارف. بيته من نار، والله ما عارف. صعب شوي. لغز بيحكي بيته من نار ومعذبينه ثوار، شو هو؟ والله ما اعرف بالضبط. تعرف؟ شو؟ بيته من نار معذبينه ثوار. طابون. ايوه. لا والله ما بعرف. الرصاص اللي حطوا البارود. مش عارف. مش بيعرفني. مش عارف؟ لا. والله ما نعرف. نعم. بيته من نار. أيوة. معزبينه ثوار. ما بعرف والله للأسف ما بعرف. بيته من نار معزبينه ثوار، شو هو؟ والله ما بعرف. نعم. القنبلة. بيته من نار معزبينه ثوار، والله مع الأسف لا. مش عارف. أيوة. لا والله ما بعرف. أحد. والله ما بعرف يا أخت. بيته من نار معزبينه ثوار للأسف. مش عارف. الحطب. نعم. الحطب. أيوة. بيته من نار معذبينه ثوار. من نار. بيته من
نعم الشمس. اعتقاد الشمس او الفرن. بيتهم النار. معذبينه ثوار. معذبينه ثوار. شو هو شو هي؟ بيتهم النار ومعذبينه ثوار. والله ما اعرف يعني. شعره؟ والله والله ما اعرف. جاري عقب صحيح كسلام. شكرا. بيتهم النار ومعذبينه ثوار والله ما اعرف. ايوه الاخت. والله لسه ما عرفت. نعم؟ ما عرفت والله. ما... ايوه. والله ما بعرف. والله اسف ما بعرف. اسف ما بعرفش. والله ما ادري وش انا ويا حد. شكرا. كل عام وانت بخير. بخير. اللغز بيحكي بيته من النار معذبينه ثوار، شو هو؟ بيته من النار معذبينه ثوار؟ والله ما اعرف بالضبط. معذبينه بيته من النار ومعذبينه ثوار؟ ما بعرف. الحرب. بيته من النار معذبينه ثوار؟ تشاور انت وجوزك. نعم كبريته. ايوه والله متاسفه ما بعرف. بيت الشعر. ايوه والله مش ايوه عيدي. بيته من النار وبعدين اللي بيعرف بيجاوب لحاله. بيته من النار معذبينه ثوار. بيت الشعر. اللغز بيحكي بيته من النار معذبينه ثوار، اللي بيعرف بيجاوب لحاله. المسدس. نعم المسدس صح صحيح. شو اسمك؟ عاطف السرايره. عاطف السرايره. شو بتشتغل يا عاطف؟ أنا والله هلا يعني تجارة عامة هيك شغلات. تجارة. متزوج؟ متزوج؟ آه والله متزوج. عندك أولاد؟ عندي ثلاثة. الله يسلم أولاد. طبعاً أنت فزت بجائزة البرنامج اللي هو المسدس أو البارودة بنقدر نحكي. بنقول لك مبروك جائزة البرنامج، بنقدم لك إياها مقدمة من التلفزيون الأردني بالتعاون مع الشركة السويدية للبالمرة تيراكو. ألف مبروك. شكراً لكم. شكراً لك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة الأفغاني للتحف الشرقية وسط البلد جبل الحسين جبل الوبدة، هاتف رقم 676-670. الشركة الأردنية السويدية للبلمرة تيراكو مواد تشطيبات ومعاجين ودهانات مميزة، هاتف رقم 55-27-140، فاكس 55-36-560. أعزائي المشاهدين، حتى نلتقي مع لغز ومثل جديدين، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، أسعدتم مساء. نحن معكم اليوم من منطقة جاوة والقويسمة لنطرح لغز ومثل جديدين. إذا لنبدأ المشوار، أهلا بكم. كل عام وانت بخير. انت بخير. اهلا وسهلا. المثل الشعبي بيحكي الطريق لو دارت كملي. والله ما بعرف. ما بتعرفي؟ ايوه والله انا الاخرى ما بعرف. شكرا. المثل بيحكي الطريق لو دارت كمل. لو دارت سيرها. سيرها؟ بعرفش. كيف انت والامثال؟ منيح. طيب بيحكي المثل الطريق لو دارت كملي. ما بعرف والله. الطريق لو دارت، والله ما بعرف للأسف.
لا والله ما بعرف. ما بتعرفي؟ الأخ لا والله للأسف. كل عام وانت بخير. انت بخير اهلين. هلا المثل الشعبي بيحكي الطريق لو دارت كم بتلاقي غير دارك هيك يعني. يعني لو حذرت ايش عليها جائزة؟ منيحة الجائزة لو دارت ايش الطريق لو دارت. كمل المثل. دور معاها. دور والله بعرفش. بتعرف؟ لا والله للأسف. لو دارت ما عندي فكرة. مش عارف والله ما بعرف. مش عارف؟ لا على أهلها جارت. شكرا. أهلي. أيوة. لا والله ما بعرف. أنت؟ والله ما بعرف. والله ما بعرف. ما بتعرف؟ ما بعرف. شعر؟ لا. شكرا. المثل بيحكي الأرض لو دارت. الأرض لو إيش؟ لو دارت. ما توقف. طلع تلف. الأرض لو دارت فارت. فارت. كمل المثل. غارت. والله ماني عارف. والله ما بعرف. ما بتعرف. المثل الشعبي بيحكي الأرض لو دارت. ايوه كمل ابو العلي. بيحكي المثل الطريق لو دارت. لو دارت حارت. حارت. هشوف الشتاء ما شاء الله. ما شاء الله. كل عام تبخير. انت بخير. كل عام تبخير. انت بخير. المثل بيحكي الطريق لو دارت. والله ما بعرف. نعم. نعم. بنت العم لو بارت. نعم. بنت العم لو بارت. صحيح. وبنت العم لو بارت. صحيح. 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 طب استنوا 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 خلينا نعطيه فرصه نتحدث معاه. شو اسمك؟ فخر سالم الطلاع. فخر فخري سالم الطلاع. معلش خلينا نحكي معه. فخري سالم الطلاع شو بتشتغل يا اخ فخر؟ متعهد بناء. متعهد بناء. ايوه. كم ولد عندك؟ 10. ما شاء الله. ان شاء الله بيسلموا لك. انت ماخذ بنت عمك؟ ايوه والله اخذها. عشان هيك المثل حافظه. طيب الف مبروك. احنا بنقدم لك جائزه البرنامج. مش السيف احنا. طب معلش نعطيك جائزة البرنامج بنقدم لك إياها وألف مبروك. شكراً. مقدمة من التلفزيون الأردني وشركة الأفغاني التحف الشرقية. شكراً للتلفزيون. شكراً لكم. بدك السيف؟ أيوة أهم شيء بدل عمر الليلة فيه. أماني مبروك. الله يبارك. مبروك. الله يبارك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة. بدك اعطيك هاللغز تحله. اللغز بيحكي غريق غطسان لا هو انسان ولا حيوان ولا هو سمك ولا من الحيتان. شو هو؟ بالله مرة تانية بس. غريق غطسان لا هو انسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا من الحيتان. شو هو؟ اي واحد. نعم. صخر. اي واحد. نعم. غريق غطسان لا هو انسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا من الحيتان. شو هو؟ الله ما بعرف. والله ما بعرف. ولا هم من السمك ولا هم الحيتان. مرجان بجوز. نعم. سيدنا أيوب. سفينة. والله ما نعرف. والله أعلم. غريق غطسان لا هو إنسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا من الحيتان. والله عيدي كمان مرة. غريق غطسان لا هو إنسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا من الحيتان. الطفل بيدي ببطن أمه. إيش؟ غريق غطسان لا هو إنسان ولا حيوان ولا من السمك ولا الحيتان. المرجان. غريق غطسان. والله ما بعرف. شكرا. رمانية. نعم. والله ما بعرف. شو شو مش عارفين السؤال. احنا مش عارفين السؤال. غريق غطسان لا هو انسان ولا حيوان ولا من السمك ولا الحيتان. شو هو؟ ما بنعرف. شو شكرا. لا هو من السمك ولا الحيتان. والله ما نعرف. المرجان. الهواء. الخيال. والله ما بعرف. والله ما بعرف. مرة ثانية إذا سمحتي. غريق غطسان لا هو إنسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا من الحيتان. والله ما بعرف. تعرف؟ لما أظن الصدف. إيه؟ صدف. صدف. نعرف. تعرف؟ لا والله. الإسفنج. أيوة. إسفنج. غريق غطسان لا هو إنسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا الحيتان. شو هو؟ ملابس. اللؤلؤ والمرجان. والله ما بعرف. شوف. والله ما بعرف. والله يا ما بعرف. السفينة. نعم. مش عارفين. شكرا. الودع. الخيال. شكرا. السفينة. الصدر. السفينة. مش للأسف والله. مش عارف والله. شكرا. السفنج. شكرا. كل عام وانت بخير. أهلا وسهلا. اللغز بيحكي غريق غطسان لا هو إنسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا من الحيتان. شو هو؟ لا إله إلا الله. والله تعرف؟ لا والله. تعرف؟ لا والله. أيوة. غريق غطسان لا هو إنسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا من الحيتان. شو هو؟ غواصة. نعم. غواصة. صحيح.
الغواصة؟ شو اسمك؟ محمد سبعين. بسرعة عرفتها. محمد شو بتشتغل؟ نجار. نجار؟ ها؟ نجار. نجار. متزوج؟ مليون الأردن اللي بيعمل جوائز هيك يا عمي، احنا بدنا كل سنة أو كل عام. طب تفضل لهون. تفضل أول شيء السلام عليكم. عليكم. وكل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. احنا بنحيي التلفزيون الأردني زي ما بنشوف على البرامج الثانية بالدول الثانية إنهم بيساعدوا العالم بالجوائز وبيثقفوا الناس والشباب والأجاويد اللي زي هيك. حيوم على التشجيع. بالنسبة للجوائز والحزازير وكل واحد يعرف شو فيه في بلده، إذا كان في يعني شغلات أثرية، في شغلات يعني الواحد السياح لازم يعرف. أنا أول شيء مبسوطة منك كأنك أنت الربحان. وعلى هيك بدي جائزة بالأخير. الله يخليكي، حتى ولو إحرام لأنه بجوز أنا ما بردان. طب اسمع، يعني كل هالمدح عشان تاخذ جائزة؟ لا شكرا، أنا بهمني بشرفي، بهمني إنه أنا لما بشوف البرنامج زي هيك إنه أنا منبسط كواحد مواطن. يعني احنا مبسوطين إنه نرجع للأخ اللي فاز. متزوج محمد؟ عندك أولاد؟ ولا بنا. مبروكة، وإحنا منقدم لك جائزة البرنامج مقدمة من مصنع الدهانات ناشونال، طبعا بتعامل مع التلفزيون الأردني. ألف مبروك، وبستاهل أخي محمد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة الأفغاني للتحف الشرقية وسط البلد جبل الحسين جبل الويبدي، هاتف رقم 676-670. شركة مصانع الدهانات الوطنية دهانات ناشونال صايغ إخوان، هاتف رقم 732-481 أبو علندا. أعزائي المشاهدين، حتى نلتقي مع لغز ومثل جديدين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.